الإمام البيروني أكبر عقلية عرفها التاريخ، ولكن ماشي نو. إن في ذا المؤرخ الفرنسي الشهير اسمي سخاو، وكيفان ماشي نو سخاو اسمي ديهضر في العلماء الدونيث يبض الإمام البيروني صاحب العقل الموسوعي، ماشي ما قرأت ورد الزمان بوسا كل ذي كان يوث التخصص ذا مشطوح. معليش التخصص الدقيق يعمق، ولكن لابد من هذه الإطلالة، من هذا الإلمام، من الشمولية في الفهم كما فعل الأجداد. أما كثولام كشف المواد أنت اللي كانت تدرس هنا ذاكي ماشي ليس خيالا، كانت تدرس هنا. ذا شو سين الإمام البيروني قبل ذي مثل بلحظات قبل ذي مثل سند عواده زواره إذ غيس ليسن تمناقا شنكي وثنتمسات قرن المستك الراحة. لا شو سنينا إلى اسمي دوفام الجواب في كثير يتيد لا نساش تخدمو تس الجواب ستمو سني كشاق لك غلموت إلى اسفغي غاد قبل غربي ستمو سني أكي تاجدت خيرا تقبل ستمو سني تاجدت ولا تقبل غوت السين غارة إلى أحب أن ألقى الله وأنا أعلمها يعني أعرفها أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها، لأنه يعلم بأن المعلومة ترفع مقامه عند الله، ورب سبحانه رفع قدر العلم العلماء في الدنيا وفي الآخرة.